طيب انا طلعت العشاء مع الزملاء، ولما رجعت ما شاء الله حياك الله يا استاذي، يا اهلا وسهلا يا مرحبا، ما شاء الله حياكم الله، يا مرحبا يا مرحبا ايها الصغار الجميلين، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين هذا الاصفر اللي ساعدناه؟ والحمد لله وضعه جيد. طيب الآن المجموعة هذولا كملوا تقريبا يعني يمكن 6 ساعات أو شيء قريب من هذا. هذا باقي، تلاحظون لا زال في نوع ما كان عليه ماء، لكن هذا شكله ناشف. هذا اللي ينقل للفكاسة، للحاضنة عفوا. أي واحد شكله ناشف كذا على طول هذا يروح للحاضنة. اللي باقي مثل هذا لا، ننتظر عليه قليلا لحد ما تزين أموره. طيب هذه بيضة، 2 3 4 5 6 ما شاء الله، اللهم بارك لنا. طيب هذا يبغى يخرج، قد يحتاج مساعدة صغيرة ولكن بحرص زي ما قلنا. طيب خلوني انقل مجموعة من هذول علشان نشوف الوضع بشكل جيد. طيب راح نحاول نساعد هذا نوعا ما، مع انه حقيقة ما يحتاج يعني، لكن ممكن نقول نوعا ما نعمل له مساعدة. الجهة اللي هنا جيدة، تمام، الجهة اللي هنا هي اللي متأثرة، اللي ممكن نتدخل فيها نحاول نكسر منها شيء بسيط، راح أوريكم الآن. طبعا يبدو لي لونه أسود. طيب ساعدناه الآن، عملنا له كسر هنا في المنطقة هذه، والآن إن شاء الله راح يتخلص من هذه. الآن إحنا بس عملنا المساعد هذه، إحنا مش راح نفك البيضة، بالإمكان إنه نفكها أيضا نساعد وما في مشكلة، لكن أنا أفضل إنه هو يدفع بنفسه من أجل إنه يخرج، لكن أنا راح أخليه تحت الملاحظة زي اللي كان زي هذا السابق اللي في بداية الفيديو. أيضا قد نعزله كذا على جنب علشان ما يصير عنده ضيق في مسألة الخروج. راح يحاول الآن إنه يكسر بيضة وإن شاء الله راح يستطيع. نتابعه شوي نشوف شو ممكن يسوي. يلا يا هندسة، يلا يا حبيبي، مالك يا باشمهندس، حياك الله في 2022. يلا يا أستاذ لو سمحت. يلا يا حبيبي، يلا بسم الله، استعن بالله ولا تعجز، توكل على الله. يلا بسم الله أيها الصوص البطل، راح نخليك عريف على زملائك إذا صرت كويس زي عريف الفصل. يلا شد حيلك، بسم الله، يلا استعن بالله، يلا ها، يلا يا بطل. المنطقة هذه هي اللي ملتصقة، بس إن شاء الله راح يتغلب عليها. يلا يا حبيبي يلا. طبعا افترض إنه ما نزيد عليه، هو راح يتخلص منها بإذن الله، ولو حصل نحن نرطب هذه شوي ما يمنع، نرطبها بشوية ماء عشان تصير سهل عليه في إنه يفتك منها. نعم حاضرين حاضرين يا حبيبي حاضرين، ولا يهمك، أبشر أبشر يا باشمهندس. طبعا لازم ياخذ وقت شوي بعدين يتحرك، ياخذ وقت شوي سكون ثم يدفع، ياخذ وقت سكون شوي ثم يدفع، وهكذا. شوفون الآن
بطل بطل يا صوصي الجميل، احسنت. يلا يلا، ها هذا تغشيش، غشش بنين. يلا احسنت الفا، لا احسنت واحدة. يلا يا حبيبي، يلا الدنيا تنتظرك، ما تدري ان روسيا دخلت على اوكرانيا، انت قاعد في ذا البيضة ولا تدري وش الناس فيه، لكن الله يعين. حياك الله، حياك الله في استراحتنا في العمارية، شد حيلك. نعم ممتاز، احسنت. يلا يلا بسم الله، خلاص تخلص من البيضة ما شاء الله، تمام. يلا راح سلم على اخوك، قل له الحمد لله على السلامة، نورت يا باشا، ده احنا ما صدقنا شفناك. هيا الله المباركين، هذول ما شاء الله مواليد اليوم، لسه ما كملوا 24 ساعة. حياكم الله، شرفتوا، يا اهلا وسهلا. معليش اليوم انا كان عندي شغل فما رتبت لكم الموقع، لكن ابشروا ان شاء الله، ابشروا. حيا الله الحلوين، يا اهلا وسهلا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم.